طلعونا بره ليه؟ يعني ايه علي؟ عشان احولها رجليه عشان يجبسوا؟ انت عايز تقف تتفرج؟ ما تتلم اتفرج عليه. طب طب قومي يا عبدي، خشي انت، خشي يلا. حاضر. تعالى معايا يا علي، انا خايفه خايفه. يا مامي خير يا دكتور؟ لا ده خير ان شاء الله، جالها كتر في الحوض فاضطريت اجبس لها رجلها. والله كتر في الحوض فجبت لها رجلها. الله منكم لله يا عالم المفتريه. بس خلي بالكم الحاله صعبه. لا هي لازم الحاله تبقى صعبه خالص، يعني اذا كتر في الحوض وكبس لها رجلها لازم تبقى حاله صعبه. دي احنا كنا خلاص هنتزوج الشهر اللي فات. ايه ده انتوا بتتزوجوا؟ ده الموسم بتاعكم؟ انتوا الزواحف ولا ايه؟ انت بتولد ولا بتبيض يا ابني؟ ممنوع الحركه خالص، الحركه خطر عليها خالص. خالص خالص؟ خالص خالص. ايه يعني ايه؟ يعني المفروض تفضل في السقه الجميله دي وما تتحركش قبل شهر. ايه؟ شهر؟ لا شهر ما ينفع، شهر كتير. لا انا ولا هستحمل يوم حتى واحد. اه انت صح، انا يمكن اطمن عليها هنا شهر في حاله. ايوه انت صح، لعلمك ما تطمنش ابدا، لان احنا هنا مهملين جدا، ممكن اي حد فينا يدوس على الحوض كده ولا كده. القعده بتطق. انا بقى اخدها معايا بقى المستشفى. وهو بالمره يعملوا لها تقرير بعلاج اكتر من 21 يوم، وساعتها تبقى جنايه. ايوه فكره حلوه. لا 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 لو سمحت، لا مفيش داعي للمستشفى والحاجات دي خالص، احنا ناخد بالنا منها هنا يا استاذ صابر. شهر شهرين، احنا الرعايه عندنا هنا ممتازه، صح يا علي؟ والقعده مش هتطق. تأمروني باي حاجه تانية؟ شكلنا اتدبسنا كده يا انجي. طيب لا متشكرين قوي يا دكتور، مع السلامه. مش عارف ياد زينهم من غير ياد. ايه ياد دي؟ ايه يا دكتور زينهم من غيرك كنا هنعمل ايه؟ رجلي مدوحتي يا حبيبتي. ايدك على 500 جنيه بتوع ايه؟ يا رجلك يا مدوحتي يا حبيبتي، يا عيني على شبابك اللي هيروح في الشهر اللي هتقعديه هنا في البيت ده. علي علي اديني فلوس عشان يسكت. طب حاضر حاضر حاضر، اتفضل اتفضل. دول 500 جنيه دول مش عشاني. أنا عارف، دول عشان مصر. عشان الدكتور وتمن الجبس. اللي هشوفكوا كلكوا في الجبس يا أبو عدم. خدي اللي يزينهم، ال 200 جنيه دول شبرة بيهم نفسك. 200 جنيه؟ أنا شايفك بتاخد 500 جنيه، أبو وفاء. بقول لك إيه؟ ده تمن الجبس اللي اشتريته، هتطمع خدهم، هتطمع خدهم. لا يا عم حلوين، أنت إيه حال؟ يلا سلام. 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 حبيبتي يا رجلك يا مدوحتي. يا لهوي والله لو كانت رجلي كنبة ما كنتش ولولت عليها كده. رجلي هتولع يا صابر، رجلي هتولع. معلش يا حبيبتي بس استحملي بس شويه، دول ناخد لنا قرشين كويسين، وبعدين يعني تبقى حسساني انها اول مره. مش اول مره، بس عمر الجبس مولع في رجلي كده. ده انا يا دوبك دخلت الحمام نزلت على رجلي شويه ميه، حسيت ان لحمي بيتشوي. بيتشوي؟ بيتشوي ازاي؟ ده انا جايب لك انضف نوع من عند جبس الموان. الحيوان بيغشني؟ هو برضه اللي حيوان؟ اقول لك مكسوره تجيب لي جبس من عند الموان؟ ليه يا رب رزعتني بعي الكتيان يا رب؟ ليه؟ يا ابني بقول لك مكسوره، يعني المفروض جبس طب من عند الصيدليه. هو انا اول مره اتكسر؟ يا شيخه انت محسساني ان انت مكسوره بجد؟ ما نفضح نفسينا بقى ونقول لكل يا استاذ احنا مش مكسورين. اسكت خالص، هتفضحنا. تسكت اسكت اسكت. يا شيخة استحملي شوية بقى. أهلا بك. مش تقوم تشني يلا شايفني واقفة أو جاية. أهو أنا بسندك أهو. متعبة نفسك كده يا أختي، ربنا يخليك. لا اقعدي ارتاحي يا حبيبتي، مش تسندها برضو. أهو اتفضلي يا حبيبتي. يلا أهو شهر ويعدي بقى إن شاء الله، وكلي وتغذي كويس عشان تخفي بسرعة والكل يرتاح. ايه طب هي هتتعشى لوحديها ولا ايه يا ست هانم؟ يعني مفيش كده حته فرخه علينا، حته ورك جنبينا، حته صدر يدفينا؟ ايه فوقينا وتحتينا؟ لا بصي احنا تحتينا في خط 119 بيعدي، يا دوبك تلحق تروح علشان بيقفل بدري. يلا طيب اقوم امشي انا بقى قبل ما انطرد. ده فعلا اللي كان هيحصل كمان شويه. لا تروح فين وتسيبنا انا مع ناس اغراب؟ يا شيخه يعني هي اول مره. انت تقابلت ولا ايه يا صابر؟ هو انا عمري بت عند ناس بره؟ اقصد يعني دول شكلهم ناس طيبين، دول حتى مش عايزيني امشي غير لما اكل معاهم. هو مش انت قلتي ان مامتك جايه؟ جايه بعد يومين، بس تكون فكت الجبس بس ومشيت من عند الناس اللي عندهم. نعم
اصل ماما تعبانه جدا وعامله عمليه خطيره جدا في المستشفى في رجليها، وان شاء الله باذن الله هتخرج بكره باذن الله. باذن الله يا حبيبتي يا ماما. سلامتها الف سلامه. واضح ان انتوا ما بتضيعوش وقت خالص. الحسد الحسد يا حبيبتي الحسد. انت هتقولي لي ده فلق الحجر وفلق ماما؟ ده فلقني انا شخصيا. طب يعني اقعد ولا امشي ولا اتعشى معاكم؟ لا في 119 مش هتلحقوا. روح ماشي بعد كده. طيب سلام. انا بقى مع السلامه. يا استاذه انجي حضرتك رايحه فين؟ لا معلش انت عايزه اي حاجه تانية؟ انا هطلع انام في الريسبشن. ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب اخير لو سمحتي؟ اموري. ممكن تاكليني؟ نعم يا اختي اكليني، محتاجه حنان الام. يا حياتي، بس انت ما شاء الله يعني ما تشلتيش اهو، رجليكي بس هي اللي اتكسرت. يعني انت مش هتاكليني؟ لا مش هاكليكي. انا عارفه انا عارفه انك مش هتستحمليني، وانا قلت بقى البركه فيكي، انت بقى اللي هتشيليني اليومين دول. يلا انا اكلم بقى الواد صابر يجي يوديني المستشفى وتبقى قضيه ويحبسوكي. لا مديحه اخسح عليكي يا حبيبتي. معقوله معقوله عايزه تاكلي يا روحي من عينيا الاثنين؟ لعلمك بقى انت جيتي مليتي عليا البيت بجد. بصي انا سعيده قوي ان انت معايا، بس اكلك ده يا سلام حاجه بسيطه قوي قوي قوي. كل يا حبيبتي كل كل يا روح. عايزه سلطه ولا شوربه؟ ليها حسين هيعمل ايه؟ هيلحمها ولا يغريها؟ معرفش معرفش يعمل ايه، بس يعني يحول الموضوع لصالحي. وده ليه بقى ان شاء الله؟ معرفش، عشان انتي صاحبتي وعشان هو جوز صاحبتي، انا لازم استغلك واستغل ان هو ظابط. اخص عليك يا انجي، انت عايزه تستغليني عشان انا صاحبتك؟ لا يا انجي لا، الاستغلال ده حرام جدا. عكس الاستغلال جميل. يا سلام كوكو. إيه؟ كاميليا ايه الخبر؟ نزلوا عليه اسامينا. الفلة جنبي لياسمينة. واستاذ جميل وافق وحط صورة انجي وخبطة البنت اللي انا مصورها بنفسي. الله وريني وريني اسمه. وريني اشوف. الله اسمه اسمه. وريني كده اسمه يا انجي. انا اللي مصورها يا انجي. شفت اسمك صح؟ وانت اللي مصور. وانت اللي كاتبه الموضوع يا كاميليا؟ ده انا صاحبتكم يا كلاب. انجي انت
لسه قايله دلوقتي الاستغلال جميل. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ عايز تعرفي رايي؟ ثانيه واحده انا هقول لك رايي. انا بقى هستغلكم واديكم بالجزمه. لا انجي انا عايز اقول لك. لو النبي تعالى معايا اهو قريبي اهو عارفي حبيبي. طب انجي انت عارفه ليه انت كده؟ شفتي سامح وكماليا؟ شفتي سامح وكماليا؟ شفتهم. ادخل شوفهم انت كمان في المكتب. مايا مايا ازيك يا سامح؟ ازيك يا كماليا؟ علي وريح مين؟ ايوه هو يا سامح. هو انا شايف يا علي، شايف انت عملت فينا ايه؟ شايف الوضع اللي بقينا فيه؟ وضع الحقيقة أنا كنت ناوي آخد حق مراتي، بس طالما واضع بقى يبقى أنا لازم أربيكم. لا بلاش يا علي، مديحة الله يحكمك يا مديحة. حسني حسني يا اطفال جوه الثلاجة. انت يا ستات استعملي ايه؟ انت مين يا شابة؟ انا اللي مين يا شابة؟ انا صاحبة المخربة اللي انت عملتيها دي. دي ماما يا نوب. دي ماما يا انوش. كل ده ما حصلش حاجة. حرام عليكي. كل يا حبيبتي مالكيش دعوة بيها. بقول لك يا ستنت اتفضلي خدي شوية الجرابيع بتوعك دول واطلعي بره البيت وانتي معاها بره. يا حبيبتي انا عيالي متربين احسن تربية يا ماما ودخلوهم احسن مدارس. طب وانا مالي دخليهم احسن مدارس؟ اتفضلوا بره بيتي. خلاص يا ماما بينا يا ماما نكلم صبري اللي ياخدنا. صبري يا بنت نامي يا بنت. صبري معايير جوه شوية. صور مايه؟ مقايل جوه شويه. كل يا بنت مالكيش دعوه بيه. مقايل جوه؟ ايه مقايل جوه دي؟ انتوا احتلتوا البيت؟ شيطان! دي ايه؟ ايه الدوشه دي؟ مين بيزعق معاكم؟ الله صوتكم علقني. يا سلام صوتنا علقك وكل الدوشه دي ما علقتكش؟ بقول لك ايه يا ذكر الجربوع المصري؟ انت تاخد خطيبتك الجربوعه دي وشويه الجرابيع الصغيرين دول وتطلعوا بره بيتي، يا اما هجيب لكم البوليس او البيئه. طيب انا بقى هخش انام شويه لحد ما البوليس يجي، وبالمره نعمل محضر لمدوحتي حبيبتي برجليها اللي اتكسرت ونبت حاله. انت ما تبتك. لا بقول لحضرتك ايه حاسب الشبشب. انا اسفه جدا. البيت تحت امركم. البيت تحت امركم ومفيش اي مشكله خالص. بقولك ايه يا اما، ما تيجي كده نعمل فرح انا والواد صابر هنا في الشقه برحه حلوه وجميله. وماله يا خشلو البيت واسع وحلو. طب اللي طب الفضفضي طب
مدوم في كل مكان بعدي وبعمل قلبان. انا مدوم في كل مكان بعدي وبعمل قلبان. ارجيك من قلب الساعه.